شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم أنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. صدق الله العلي العظيم. قبل أن ندخل في متن الموضوع، نقدم مقدمة لعلها تلقي الضوء على هذه الآيات المباركات. وهذه المقدمة نبدأها بسؤال يتعلق بالمعاد وبيوم القيامة. وهذا السؤال هو أنه: ما هي طبيعة العلاقة بين العمل الذي نعمله في هذه الدنيا وبين الجزاء الذي نناله في الآخرة؟ هذا
هذه العلاقة بين العمل وبين الجزاء يمكن أن نفرضها بأحد أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن تكون هذه العلاقة علاقة اعتبارية، كيف تتحقق العلاقة الاعتبارية؟ العلاقة الاعتبارية تتحقق إذا لم تكن هنالك علاقة حقيقية بين العمل والجزاء. ما كانت هنالك علاقة العلية والمعلولية، ما كانت هنالك علاقة السببية والمسببية، وما كانت هنالك علاقة أخرى من هذا القبيل. في هذه الحالة تتحقق العلاقة الاعتبارية. لنمثل بمثال لذلك لتقريب هذه الفكرة إلى الأذهان. هنالك مقنن، رجل أو هيئة تقنن لبلد معين، هنالك أعمال في هذا البلد تحتاج إلى الردع، هنالك مخالفات يجب أن يقف القانون أمامها. أمام هذا المقنن توجد هنالك عدة بدائل، يختار إحدى هذه البدائل المتاحة ويقول هذا الجزاء جزاء لهذا العمل الذي يخالف قوانين المرور، يجب أن يغرم بهذا النوع من الغرامة. ما هي العلاقة بين هذه المقدمة وبين هذه النتيجة؟ ما هي العلاقة بين هذه المخالفة وبين هذه الغرامة؟ العلاقة علاقة اعتبارية منوطة بالجعل ومنوطة بالوضع. كان بإمكان هذا المقنن أن يضع عقوبة أخرى، ولكنه اختار هذه العقوبة بالذات، فهذه العقوبة عقوبة اعتبارية. سؤال: هل العلاقة بين أعمالنا وبين الجزاء الأخروي من هذا النوع، يعني العلاقة بين لا إله إلا الله وبين الشجرة التي تغرس لك في الجنة، هل هذه العلاقة علاقة اعتبارية؟ من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تغرس له 10 شجرات في الجنة،
هذه الكلمات في لحظات، في ثواني، عشر شجرات في الجنة. هل هذه العلاقة بين هذه المقدمة، بين هذه الألفاظ وبين هذه النتائج علاقة اعتبارية وضعية؟ الشيء الذي يظهر من كلمات بعض العلماء وربما أيضا يظهر من بعض الآيات وبعض الروايات أن العلاقة ليست على هذا النحو. النحو الثاني أن تكون العلاقة فيما بين العمل وفيما بين الجزاء، علاقة العلية والمعلولية، السببية والمسببية. يعني شنو؟ يعني النار سبب والإحراق مسبب. النار سبب للإحراق. هذه العلاقة بين النار وبين الإحراق أو بين النار والحرارة لا تمثل علاقة اعتبارية. يعني أنا أتمكن أجي أقول إنني قررت، مثل ما المقنن يجلس في مجلس التقنين يقول قررت العلاقة بين هذا العمل وهذا الجزاء، هالشكل إنني قررت العلاقة فيما بين النار وبين الحرارة، قضية اعتبارية؟ لا، القضية مو اعتبارية، القضية قضية حقيقية. يعني هنالك واقعية تكوينية، هذه الواقعية التكوينية تمثل نوع من العلاقة الحقيقية بين النار وبين الحرارة، بين النار وبين الإحراق. هذا النوع الثاني. هل العلاقة بين أعمالنا التي نعملها في هذه الدنيا والجزاء الذي نناله في الآخرة من هذا النوع؟ يعني علاقة العلية والمعلولية. الشيء الذي يظهر من كلمات بعض العلماء وربما يظهر من بعض الآيات والروايات لا، مو هذا النوع. العلاقة ليست علاقة اعتبارية. أولا، وليست علاقة العلية والمعلولية. ثانيا، وإنما هذه العلاقة تمثل نوعا آخر. هذا النوع أعمق من العلاقة الاعتبارية وأعمق من النوع الثاني من العلاقة. هل هنالك نوع آخر أعمق وأوثق؟ نعم، هذا النوع الثالث هي علاقة العينية، علاقة الشيء بذاته. هذا النوع أعمق أنواع العلاقة وأوثق أنواع العلاقة. هو هو، مو شيء آخر، مو علة ومعلول، مو علاقة اعتبارية، لا، وإنما هو هو بذاته. هذه البذرة، هذا مثال للتوضيح، هذه البذرة عندما نضعها في التربة
ثم بعد ذلك تتحول إلى شجرة. شنو العلاقة بين هذه الشجرة وتلك البذرة؟ هي يعني هذه الشجرة في واقعها هي تلك البذرة، مو شيء آخر، ولكنها تطورت وتمثلت في هذا الشكل. هذه يقال لها علاقة العينية. النطفة عندما تتحول إلى بشر، هذا البشر من هو؟ هو تلك النطفة. البشر مو شيء آخر، مو معلول لتلك النطفة بحيث يكون مباين عنه، لا، ماكو علاقة البينونة، ماكو مغايرة، هو يعني هذه النطفة هي هذا الإنسان، وهذا الإنسان هو تلك النطفة، ولكنها تطورت وتمثلت في هذا الشكل. العلاقة فيما بين العمل والجزاء كما يراه بعض العلماء هي هذا النوع من العلاقة. الله تعالى يقول: إنما تجزون ما كنتم تعملون. هو الشيء الذي عمله هو هذا جزاؤه. في آية أخرى الله تعالى يقول: ووجدوا ما عملوا حاضرا. هو هذه الصلاة التي صلاها يجدها أمامه، مو ووجدوا جزاء ما عملوا، لا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، هو العمل. وفي حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن المؤمن إذا وضع في قبره يفتح له باب فيرى من خلال ذلك الباب مكانه في الجنة، ويأتي رجل من هذا الباب لم يرى أحسن من هذا الرجل، فيقول له: من أنت؟ ما رأيت أحسن منك. فيقول: أنا رأيك الحسن وعملك الصالح. أنا هو الرأي، حتى الفكرة، هذه الفكرة التي يفكر فيها الإنسان تتحول إلى هذا الرجل الذي لم يرى أحسن منه. وإذا وضع الكافر أو المنافق في قبره يفتح له باب فيرى مقعده في النار والعياذ بالله، ويدخل من قبل ذلك الباب رجل لم يرى أقبح منه، فيقول له: من أنت؟ فيقول له: أنا عملك السيء ورأيك الخبيث. الرأي الخبيث، هذا نص الرواية، هاي ألفاظ الرواية، الرأي الخبيث والعمل السيء يتمثل في هذا. هذا يبقى معاه في قبره ويخرج معه من قبره، في رواية ثانية يطلع ويا مثل ما كان في الدنيا معه، في القبر يكون معه، في الآخرة أيضا يكون معه. ننتقل إلى بحث آخر. هذا النوع من العلاقة، النوع الثالث، هل هو قابل للنقل والانتقال؟
هل هو قابل للإعطاء؟ الجواب كلا، هذا لا يمكن أن يعطى. ما يمكن واحد يعطي لواحد في هذه الآيات المباركات. المنافقون يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، هذا النور هو نور الإيمان الذي كان لهم في الدنيا، نور الأعمال الصالحة التي عملوها في الدنيا، هذا النور قابل للنقل والانتقال؟ الجواب لا. إذا شيء اعتباري كان ربما كان قابل للنقل والانتقال، ولكن هذا النوع لا يقبل النقل والانتقال ولا يقبل الإعطاء. أجيب لكم مثال في هذه الدنيا، رجل تعب سهر الليالي طالع اجتهد، فتولد نور العلم في قلبه، عالم بالفقه بالعقائد بالطب بأي مجال من المجالات، يأتي واحد بهذا النور يكتشف المجاهيل، يكتشف المعضلات، يرى الحقائق العالم، يجي واحد ويقول أعطني هذا النور، هذا النور اللي في قلبك أعطني إياه، يمكن؟ ما يمكن. هذا النور هو ذلك العلم الذي حصله وذلك العلم الذي اكتسبه، هاي مو مكافأة. إذا كان مكافأة جائزة يمكن أن يعطي هذه الجائزة لشخص آخر، ولكن هذه لا تعتبر مكافأة، هذه تمثل ذلك الجهد الذي بذله. ووجدوا ما عملوا حاضرا، هذا ما يمكن نقله، يقول له أنت اذهب وطالع واتعب تصل إلى هذه النتيجة. العابد الذي سهر الليالي وناجى الله سبحانه وتعالى في قلب الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هذا يوجد في قلبه نور، توجد في قلبه حالة معينة، هل يمكن أن ينقل هذه الحالة إلى شخص آخر؟ هذه الحالة مقابلة للنقل. إذا واحد يريد يجب أن يسلك ذلك الطريق حتى يصل إلى هذه النتيجة. هذه القضية تمثل المعادلة التي توجد بين أعمالنا وبين الجزاء، أو طائفة من الجزاء في يوم القيامة. الله تعالى يقول في هذه الآيات المباركات: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات. هذه لفتة قرآنية عجيبة. الله تعالى في بعض الآيات يقول المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، بعد ما يقول ويا أيها اللواتي آمنا. المؤمنين اسم جنس يعم الذكر والأنثى، ولكن لاحظوا اللفتة القرآنية الدقيقة. الله تعالى هنا يقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، حتى لا تتصور مؤمنة أن القضية خاصة بالرجال، لا، أن أبي فعل،
أن أقربائي فعلوا الخيرات، أن أقربائي بنوا المساجد والحسينيات، لا. الآيات في سياق الإنفاق، لاحظوا الآيات المتقدمة، هذه القضية لا تقتصر على المؤمنين، لا، تشمل المؤمنين وتشمل المؤمنات أيضا. وهذه نتيجة تلك الأعمال التي عملوها في دار الدنيا. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، هذا النور شنو هو؟ نور الإيمان، نور الأعمال الصالحة، بين أيديهم وبأيمانهم. بعض الأفراد نورهم يتحرك أمامهم، المقربون، وبعض الأفراد نورهم يتحرك عن يمينهم، أصحاب اليمين. هذا يبين الدرجات، هذه علامة أن هذا من المقربين، من السابقين السابقين، والسابقون السابقون أولئك المقربون، وهذا من أصحاب اليمين. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. لعل الملائكة يقولون لهم هذه الكلمات: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. الفوز الذي لا يفوقه فوز ولا يعادله فوز. هذه جبهة. الجبهة الثانية: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، انتظروا، نقتبس من نوركم، لأنه المؤمنين يسرعون إلى الجنة بهذا النور، نور يسوقهم إلى الجنة، هو نفس ذلك العمل الصالح، نفس ذلك الإيمان في الدنيا الآن تحول إلى نور يسوقهم إلى الجنة، ويسرعون إلى منازلهم في الجنة. ولكن المنافق لا يهتدي، لا يرى طريقه، في ظلمات. انظرونا يعني انتظروا، أمهلونا، نقتبس من نوركم. ما هو الجواب؟ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هنا بعد مو مكان تحصيل النور، مكان تحصيل النور هو الدنيا. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا الله تعالى يصور لنا هذا المشهد، مو فقط حتى نرى هذا المشهد في الآخرة، حتى الآن واحد يعتبر، واحد يعرف أنه في الآخرة بعد ما يتمكن يعمل شيء. الإنسان عندما يوضع في قبره يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يمكن؟ لا يمكن. بعد انتهى الدفتر، أغلق. قرأت في كتاب عن الجد رحمة الله عليه، هكذا كان كاتب في الكتاب بهذه الكيفية، كان يقول إنه كان قد حفر قبرا في بيته،
بالكتاب هكذا كاتب. وكان عندما يقوم لصلاة الليل يلبس كفنه. حقيقة القدماء كانت عندهم لفتات لطيفة لتربية الذات، لإزاحة غشاء الغفلة. السيدة نفيسة اللي مدفونة في مصر أيضا ينقل عنها شبيه هذا الشيء. فكان يلبس كفنه ويدخل في قبره يمثل ذلك اليوم الذي سوف يصل إليه، فديوم من الأيام يوصل إلى هذا المكان، إلى هذا المشهد. الآن يستحضر ذلك المشهد فينام في قبره ويتصور نفسه ميتا، ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعيده إلى الحياة. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم الله تعالى يقول، يعني هكذا يتمثل يتصور، إن الله سبحانه وتعالى يقول أرجعناك، ما يخالف، اعطيناك فرصة جديدة. ثم يقوم من قبره وكأنه قد بعث الآن مرة أخرى إلى هذه الحياة. في يوم من الأيام كلنا سوف نصل إلى هذه النتيجة. واحد يخلوه في قبره حيث لا ينفعه شيء إلا الإيمان والعمل الصالح، بعد أقربائه، أصدقائه، إخوانه، ماله، بيته، علاقاته، كلها لا تنفع. هناك فقط رهين بإيمانه وعمله الصالح. الإنسان يجب عليه أن يتذكر وأن يحاول أن يستفيد من هذه الدقائق. أنفاس عمرك أثمان الجنان، هذا كل نفس ثمن الجنة. لذلك واحد يشوف أولياء الله سبحانه وتعالى كانوا يستفيدون من كل دقيقة، دائما يذكرون الله حتى عندما ينام إلى اللحظة الأخيرة، ينام وألفاظ الذكر على لسانه إلى هذه الحالة. هذا الذكر أيضا يذكره، يذكر يذكر إلى أن يتثاقل لسانه، ينطق بصعوبة، ينام وهو يذكر الله تعالى. وعندما يستيقظ يذكر الله سبحانه وتعالى، وفي الطريق يذكر الله سبحانه وتعالى، لأن هذا دا يبني آخرته بهذه الكلمات وبهذه الأعمال. نحن نذكر باختصار شديد بعض الأشياء التي ذكر في الروايات أنها نور، أو أنها تسبب النور. الشيء الأول، صلاة الليل. عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال: ما تركت صلاة الليل منذ سمعت قول النبي صلى الله عليه وآله صلاة الليل نور. الإمام يقول عندما سمعت هذه الكلمة ما تركت صلاة الليل أبدا. فقال ابن الكواء، كان أحد المنافقين: ولا ليلة الهرير، إحدى الليالي الصعبة في حرب صفين، حتى تلك الليلة. فقال الإمام: ولا ليلة الهرير حتى تلك الليلة. رأيت حديثا
الذين يصلون صلاة الليل هنيئا لهم. هذا توفيق الله تعالى يديم لهم بإذنه هذا التوفيق. رأيت حديثا للذين لا يصلون صلاة الليل، هذا تيسير من قبل الله، يمثل نوعا من رحمة الله، اللي ما يتمكن أو شاب ما متعلم. الإمام صلوات الله عليه، هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب، يقول الإمام: فليقم قبيل صلاة الصبح. قبيل أذان الفجر، يعني الآن أذان الفجر الساعة كم؟ 3:25 مثلا، المؤذنين يؤذنون قبل بعشر دقائق، بالنتيجة واحد لازم يقوم 10 دقائق قبل يقوم، ويوتر يعني يصلي ركعة الوتر فقط، ركعة واحدة، ثم يصلي نافلة الصبح ركعتين، ثم يصلي صلاة الصبح. الله تعالى يكتب له ثواب صلاة الليل. طبعا واحد يؤديها كاملة إذا موفق وذاك أفضل، ولكن إذا ما يتمكن أو ما عنده تلك الإرادة بهذا المقدار. الإنسان إذا بدأ هو يشعر بالتحول في حياته، وهو يشعر بالنور في قلبه، وهو يشعر بالتيسير من قبل الله، يكتب له ثواب صلاة الليل كل 10 دقائق. هذا واحد. الشيء الثاني، قراءة هذه الآية عند المنام، آية قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا الإنسان قرأ هذه الآية عند منامه سطع له نور إلى المسجد الحرام، إلى بيت الله في مكة. حشو ذلك النور ملائكة يستغفرون له حتى يصبح. هو نايم آية نصف دقيقة أقل، وحشو هذا النور من هنا إلى بيت الله كله ملائكة يستغفرون له. هذا العمل الثاني. الشيء الثالث، الوضوء. إذا واحد يتمكن يحاول أن يكون دائم الوضوء، دائم الطهارة. في الحديث: الوضوء نور، والوضوء على الوضوء نور على نور. نكتفي بهذا المقدار ونختم كلامنا استجابة لطلب بعض الإخوة ببيان بعض المسائل الشرعية. مسائل ثلاث محل الابتلاء. المسألة الأولى، الإنسان يودع مقدارا من المال عند جهة معينة، هذا الإيداع يرشحه لأن يدخل في سحب ويربح جائزة. هل هذا العمل قمار
الجواب على ذلك إذا يعاد إليه المال في كلتا الحالتين، يعني في حالة الربح وفي حالة الخسران، ربح أو ما ربح، المال يعاد إليه. إذا كان كذلك فهذا لا يعتبر قمارا وهو عمل محلل. المسألة الثانية، الإنسان يشتري بطاقة، هذه البطاقة تؤهله للدخول في مكان معين، مكان من الأماكن يتمكن أن يدخل بهذه البطاقة، ويمكن أن يربح في هذه البطاقة جائزة، هل هذا يعتبر قمارا أو محرما؟ الجواب كلا. إذا ما كانت نيته الحقيقية أن يدخل في ذلك المكان، يعني يشتري 100 بطاقة مثلا للدخول في ذلك المكان وما يريد الدخول في ذلك المكان، وإنما هدفه الواقعي الجائزة، هل هذا محلل؟ الجواب نعم، لا يهم أن يدخل أو لا يدخل، المهم أن يكون اللقاء هذا الثمن مقابل، المقابل إمكانية الدخول في ذلك المكان المعين الذي لدخوله مالية. فحتى إذا يشتري 100 بطاقة ولا يدخل ذلك المكان وهدفه الجائزة لا إشكال في ذلك. المسألة الثالثة، الشركات، المحلات التجارية التي يشتري الإنسان منها شيئا ويعطونه شيء، ورقة، ربما يربح في تلك الورقة، هذا في إشكال؟ أيضا لا إشكال فيه، لأنه يوجد لهذا المال مقابل، فلا إشكال في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يؤتون كتابهم بيمينهم، ويجعلنا من الذين نورهم يسعى بين أيديهم وأيمانهم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.